Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. اليوم جيت معكم كيف كتشوفوا من العنوان بواحد الفيديو جديد اللي غادي تكون كتهضر على احسن الحوايج اللي احسن مواد التجميل اللي استعملت كل ما يخص الجمال اللي استعملت في 2017 وكنتمنى هذا الفيديو يكون مفيد ليكم والبنات اللي بغاو يشريو شي حاجه من داك الشيء يعني اللي غادي نوري بعدا ياخذوا عليها واحد الفكره صراحه هادو اللي غادي نوري لكم دابا من احسن حوايج اللي عجبوني يعني في 2017 اللي اكتشفتهم وعجبوني الى راكم انتريسي خليكم مع الفيديو حتى الاخر اوكي البنات غادي نبداو كيف كنبدا انا من الصباح مني كنفيق كنغسل وجهي غادي نبداو بالحاجه باش كنغسل بها وجهي ومن بعد نتمشى لكم ليتاب ليتاب اي حاجه كنعملها مهم اول حاجه كنديرها يعني ملي كنوض من الصباح كنغسل وجهي وباش كنغسل وجهي كنغسل وجهي بهذا هذا الصابون ديال غارني انا شحال هذه كنت كنغسل وجهي عادي بصابون دوف باي حاجه ولكن اكتشفت بلي راه ماشي مزيان الصابون للوجه وهذا الاغلبيه كنت كنغسلو غير بالماء بالماء مزيان مي فوالا ما كيتحيدولكش ديك الاوساخ وهذا حيت ملي كنديرو ديماكيون بالليل ملي كندي ماكي المكياج اللي كان عندنا وهذا كنحيدوه ابغي كيبقاو ديك البقايا ملي كتفيق من النعاس يعني ضروري ولا دوزتي القطن ديالك بشي دي ماكيو اخر تلقاي شي حاجه الوغ فوالا شريت هذا حيت لقيتو عند واحد اليوتيوبوز اكرام اكرام بولفار شي حاجه سميتها هكا واحد اليوتيوب كانت عجبني بزاف كتعمل المواد التجميليه ناتورال مواد ناتورال وصفات طبيعيين فوالا هذا هذا البنات 96% طبيعي ما فيه بول مواد محافظه لا فيه 4% ديال المواد محافظه والباقي راه مواد طبيعيه وراه قليل فين غادي نلقاو شي حاجه اللي مواد طبيعيه يعني 100% ما قليله هذا مخدوم بالالوي فيرا والوجه اللي نورمال حتى الميكس وشنو كي شنو الحاجه اللي فيه هذا ماشي مزيانه هو يمكن ما يصلحش للوجه اللي جاف 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 باسكو ملي كتغسلو كيجفف لك ديك البلاصه وكيقتل الحبوب الحبوب اللي غيكونوا فيك وهذا كييبسهم ويلا شي بنت عندها البشره جافه يعني هذا غادي يزيد ييبس لها الوجه وكاين بحالو في الصفر وقيله ديال العسل ولا حتى انا المره اخرى غادي ناخذ الصفر حيت زوين بزاف الصراحه باسكو انا نورمالمون كتكون عندي الجافه ما كيكونش عندي البشره جافه ولكن في البرد راكم عارفين كلشي كييبس المهم هذا زوين شريته من كارفور تقدروا تلقاوه في المرجان بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش كارفور في المدينه ديالهم اولا في كارفور وتقدروا تلقاوه في المرجان غارني راه يا بارتو خديته ب 5 اورو ولا 6 اورو ما بقيتش عاقل المهم 5 اورو من فين هذا اللي كنبدا به ومن بعد كنعمل كريم ايدغاتونت اونتيغيد ديال لي زيو وكنعمل عاوتاني كريم ايدغاتونت للوجه ديالي سا ديبو الصباح ما عنديش اونتيغيد مي بالليل كنعمل اونتيغيد الوغ فين هما راه حطيت هنا كرتونه ديال لابوست اتوندي عندي واحد البرودوي اللي كنستعمل ديما تحت لا كريم ايدغاتونت ديالي عندكم هذا هو الاول اللي بغيت نهضر عليه كيحمق البنات في هذا ديال كيف غادي نقول انا المهم ديال جيل ديال ديسكارغون هو ديال ديك زعما ديك الخنونه حاشاكم ديال الببوش ديال الببوش هو ازرق والريحه ديالو زوينه سي غير نوفوم المهم زوين صراحه زوين وهذا نهار اللي خديته من اكسيون خديته ب 3 الاورو 30 درهم 3 الاورو هذا البرودوي زوين بزاف وقيل اونتيغي دو سي كديريه على وجهك وكيجب انا بعد ملي كنحطو نهار الاول لا خوفني قلت يمكن ما جاش معايا شنو هادشي حيت ملي كتحطي كتحسي بوجهك جبد الاستيك ووقف ولا حديتي عايده بحال اللي كيتلصق مي سولت ما بين سوق قالت لي بلي انا كنستعملو كنحط عليه كريم ايدغاتونت باش هكا ما كنحسش بديك الجبات ديالو الوغ انا ديما كنحط هذا هاد الجيل هذا وكنحط عليه كريم ايدغاتونت ديالي ديال ايفروشين اللي هي ديتال كريم غيش ايدغاتاسيون ديال 24 ساعه بو نورمال اسيش وي سام وي ريغارد ريغارد تيلي هيدا دايره خديتها من ايفروشي وما بقيتش عاقله على الثمن ديالها ولكن انا ديما مني ما كناخذ شي حاجه من ايفروشي فريمون كناخذها بالنص ب 50% هذه وقيله ما خديتهاش ب 50% الله اعلم ولكن يمكن خديتها ب 13 اورو كيلك واش البري ديالها اولا موان 50% ما عقلتش ولكن يمكن البري ديالها 13 اورو كيلك حيت ديجا 13
13,90€ ولا راه غاليه كوميم 14 اورو ولا لاين. مهم توت فاسو هذه ديال ايفوشي زوينه بزاف البنات، انفو كتحطوها عرفتوا شحال رطبه، كنستنى غير تلالي هذيك ديال الليل ديال لاماك ديال ديغمي حتى هي زوينه، وغادي نبدل ناخذ شي وحده ديال الليل ديال ايفوشي كيعجبوني لي مال ديالهم. كندير هادو الوجه زوينين بزاف البنات، كنصح اي وحده تاخذهم هذه، وكندير هذيك ديال العينين فوالا. هذه اول مره، هذه اول مره غادي نستعمل فيها شي حاجه العيني الكونتور ديال ديزيو وديليف، هذه اي اول مره صراحه. صراحه لي سيروم ديالهم ديال اونتي غيد ديال ايفروشي كيغليوهم بزاف، انا كنلقاهم 29 اورو مثلا 25 اورو، انا كنقول سي با بوسيبل غادي ناخذ انا واحد الحاجه تبقى لي ان سيمان، وصراحه ما كيبقاش بزاف يعني ديجا يلاه بديتو انا ماشي بزاف وصافي على انسان ما بقاش فيها بزاف، 15 يوم هكاك اللي كيبقى وخديتو موان 50% يعني قولي هكاك 26 اورو ولا 25 اورو موان 50%، الو خديتو بديك 15 اورو 14 اورو شي حاجه، المهم تكون هكاك فوالا. هكا كيجي كديريها من هنا وكتبقى ديريها متي مساج سان سي بون مون شيري روكاد كيتي تورسو روكاد فوق ما كنبغي نصور معاك سمعي. المهم كتبقاو ديروا بها متي مساج بحال هكا كتلويو عليه يدكم وعلى الفم هكا زعما كيعاونك باش انا ما كنحاربش لي التجاعيد باسكو باقي ما عنديش، ولكن كنحاول ناخرهم. واه كيسك دقيقه وكيبكي 5 دقائق. كنبقى ندير متي مساج بيدي هيدا كيعاونني باش البخدوي يدخل لعيني باش العين البخدوي يلاه جربته صراحه كيعجبني بزاف باسكو كيرطب لي هاد البلاصه، وبعض المرات ما كنعش مزيان ومني كنديرو بحال اللي فيه واحد ليفيكت كيعطيك واحد اللمعه، وجيم بيها صراحه من نهار وانا كنستعمل هاد لي برودوي راني مزيان. والبنات راه ما كتحتاجوش شي لاج اللي غتكونوا كبار، انا ماشي كنحارب التجاعيد باغ اكزومبل ولا هادي ما فيهاش تجاعيد، ولكن عندي هذيك دليل كنستعملها هادي بالليل كنستعمل لا ميم شوز، كندير هادي ديال ميستاردو كنحط عليها هادي وكنحط عليها هادوك ديال الكونتور ديال لي زيو لي هذا ديال ديال هادي ديال ديادرمين هادي اللي كنستعمل من ديما يلاه اكتشف هادو ديفغوشي تما من هنا فكنت كنستعمل هادو ديفغوشي. سمحوا لي البنات نمشي نشوف هذا هنا، شوفوا كواش طاح ديتو عند بابا هكا يبكي لا صداني. قلت لكم هاد لاكريم زوينه بزاف، هادي كناخدها من اوشون كاينه بارتو في كارفور اوشون ما عرفتش عاوتاني فين تلقاوها، المهم كاينه بارتو حتى هي زوينه بزاف كترطب، مي لا ماتيغ ديالها كنلقاها شويه يعني شويه قويه على هذه، هذه سي ليجي يعني دغيا كتابليكيها ودغيا كتدخل كتحسي بها كترطب كثر. فوالا بالنسبه لهذو اللي كنستعمل انا باش يعني ماشي المحاربه التجاعيد باسكو دابا فلاش ديالنا ما كاينينش التجاعيد، مي كنحاولوا ما امكن نحميو البشره ديالنا باش هيدا شحال ما اخرناهم مزيانه ديالنا فهمتوا، يعني كاينين البنات اللي كيكونوا صغارين عندهم 20 23 البشره ديالهم جافه ما كيعتنوش بها ما كيعطولهاش الزيوت اللي محتاجه وهذه وهذه كتلقاي عندهم تجاعيد ديجا. انا هاد لي كريم صراحه بديت نستعملهم مني كان يعني مني الله دخلت في 25 25 ونص بديت نستعملهم، دابا عندي 26 وانا كنستعملهم والبشره ديالي حاسه بها مزيان. فوالا بالنسبه لهادو اللي كنستعمل في الصباح، و لو فون دو تاي اللي اكتشفت البنات اللي انا صراحه ديما كنشري الفون دو تايات غاليين وكنلقى فيهم ديك لي في اللي بغيت صراحه كيكونوا زوينين وهادي وهادي، مي اول مره غادي نستعمل فون دو تاي اللي تكون عاديه وصدمتني بلي فيك ديالها اللي يعني اش غادي نقول لكم، تقولوا عندي واحد الفوندوطه اللي ما نعرفش شحال باش خديتها. المهم هي في لاتروس ديال كل يوم عندي لاتروس ديالي اللي كندير معايا فيما في الخدمه في الساك ديالي، هذه كنديها معايا في الساك ديالي وكنماكي لما كنت ماكيه باغ اكزومبل وبقى لي شويه الوقت الماكي. هاد الفوندوطه البنات ديال لوريال صدمتني 7 مات لوريال، هذه ديال 24 ساعه مات. اش غادي نقول لكم البنات كتحمق هي لا انا خديت اللون شمن اللون خديت شمن اللون هذا 22 نون اللون 22 بيج اكلا غاديو باسيزا بيج اكلا هكا داير. بالنسبه للبنات اللي عندهم اللون ديالي تاخذ هذا اللون راه غادي يجي لها بارفي ما ابيض ما مسمر يعني اللون ديالك نيشان فوالا هي هادي. وكتبقى انا دايراها ما عرفتش واش كيبان لكم حيت كاينه الشمس بزاف الوغ كاينه الشمس وفي نفس الوقت الا درت هكا كيبان كلشي كحل
فوالا هكا. المهم المهم راه هكا راه كتبان زوينه 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 البنات. ما عندي ما نقول عليها، كتبقى توت لا جورني، كنعملها في الصباح وما كنرجع من الخدمه، يعني كتكون عندي بوز كنبقى ما نعرفش شحال ندور في لي سونتر كوميرسيال ونرجع حتى الليل 9 و 8 باغ اكزومبل، وهادي والفوندوتا ديالي ما تحركاتش حتى ويلا متحيده تمشي بلايص اللي كنحادي ونورمال باسكو مريضه. وهادي هنا حدا النيف باغ اكزومبل، مني كناكل يعني هنايا كيمشيو من هاد البلايص فوالا، مي الباقي كتبقى لك هي. وانا من النوع اللي ما كيديرش البودر من الفوق، انا ما كنديرش البودره ولا ديك الفيكس ديال الماكياج توجور، يعني انا تولي جو كنديرهم الا ولا كانت شي حاجه يعني غاغم. هاد الفوندوتا واعره البنات، وخديتها قله 14 الاورو، تكون هكاك 14 الاورو غادي تلقاوها في المرجان البنات. بالنسبه للبنات اللي في الحسيمه من مدينتي، ما عندناش حنا بزاف الحوانت اللي كيبيعوا هادشي، ولكن لوريال ما في الحوانت بوزيان حوانت بوزيان وفين ما مشيتو. المهم تما ديك الحوانت ديك الشارع تما ديال الاخر، والمرجان المرجان غادي تلقاو عندهم هادو. وكاينين ديال غارنيي كنت بغيت ناخذها باش نجربها لكم، ناخذها ان شاء الله في الفيديو الجايه الا جربت لكم لي فوندو تاي. الا بغيتو تاكدوا من لي فيكت ديالهم مزيان فنجرب لكم لي فوندو تاي اللي عندي. انا ما عنديش بزاف لي فوندو تاي وبزاف ديال الماكياج، انا كنشري اللي محتاجه ولي باليت كنشري اللي محتاجه اللي ما عنديش اللون ديالهم، ونهار اللي كيتسالاو لي عاد كنشري حوايج اخرين. ما غاديش نقول لكم بلي عندي ان المريوعه امر بالمكياج ولا، انا عندي المكياج ديالي بلا حساب، يعني عارفه شنو عندي وشنو اللي ما عنديش. ما عنديش من حاجه جوج ولا صغار، مو فين تلقاي عندي من حاجه جوج صافي. المهم كاين مايبيلين وسي عندهم حتى هما ماتو ديك تفات زوينين بزاف، شي مره ناخذ لكم وحده نجربها زوينين حتى هما مايبيلين اللي لقيتو مايبيلين، ولا هذيك فيتمي ديال مايبيلين حتى هي زوينه زوينه، هادي 10 على 10. ونهضر لكم على الفوندوتا ديالي اللي كندير ديما ديال ميك اب فوريفر، ديما فوق ما انا ديما كناخذ 4 الباكيات فيه لون فونسي شويه ولون ديالي ولون ديال الشتوى والخريف. المهم من النهار اللي كنلقاهم في بروموسيون سوغ انترنيت كناخذ بزاف. هذه سي لا ميور فوندوتا بور موا بور بزاف الناس، كتعطيك لي في اش دي ناتورال، وصراحه ما عندهاش ديك البنات اللي باغيه تخبي لي سيكاتريس ولا تخبي الحبوبه ولا هاد الفوندوتا ما تصلحلهاش، ولكن هاد لوريال غادي تصلح لك. هاد الفوندوتا ميك اب فور ايفر يعني ما غاديش تصلح لك بزاف البنات اللي عندهم بزاف ديال الطوابع في الوجه، حيت هي نورمالمون كتعطيك واحد لي فيك ناتورال وزوين وليس بحال اللي ما دايره والو زوين على البشره ديالك، رائعه هاد الفوندوتا. هادي غاليه شويه كديروا كي 44 الاورو ولا 40 لا 44 الاورو 39.99 40 الاورو اللي كدير، ولكن توب توب توب. ايوا عندي هادي شانيل اللي زوينه بزاف البنات، هادي زوينه بزاف 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 بزاف. هادي لوطا ديالها البنات اللي بويض ما تصلح لهمش، باسكو شانيل كيديروا لوطا اخر يعني الرقم اللي عندهم هو 20، وهذا هاد 20 هذا يعني كيكون هما عندهم لي فوندوتا شانيل عندها لي فوندوتا صفرين ماشي بويض ولا بيج، عندهم اللون صفر. الو انا ملي كنحطها على البشره ديالي وكتجيني شويه بحال لي فونسي على البشره ديالي شويه، ولكن لا صباس. هادي سميتها فيتا لوميير، فيتا لوميير فيها عامره بالفيتامينات وفيها الفوندوتا اوسي وفيها البروتيج ديال السولاي ديال 15%. صراحه زوينه بزاف، ولكن البشره الجافه الجافه الجافه، باسكو انا دابا ملي كنضغطي لابو ديالي وهادي عندي البشره مزيانه ما جافاش ما والو، واخا ما نديرش الفوندوتا وهذا راه هي صافي ومزيانه، ولكن الا كانت جافه ودرتها غادي تجيني مزيانه. ولكن البنت اللي وجهها مزيت وتمشي دير هذه ديال فيتا لوميير راه عندهم بزاف لي مارك، الوغ ايفيتيو فيتا لوميير خديهم مات فهمتوا، يعني فيتا لوميير غادي تبان لك الزيت يعني غير الزيت، هذه كتعطيك لي فيتامين اللي محتاجه البشره ديالك. زوينه شحال كدير هي بديك 40 الاورو هكاك، ولكن زوينه البنات اللي البشره ديالهم جافه تصلح لهم بزاف، منها لو سوا ومنها فوندوتا، يعني ما تحتاجوش ديروا ديك كريم ايدغاتون من التحت وديك الشيء. فوالا بالنسبه للفوندوتا ملي كنديرها، ومن بعد كندير مو الفوندوتا اونتي سيرم. لونتي سيرم عندي لونتي سيرم اللي غني عن التعريف غني عن التعريف، هذا د مايبيلين ديما ديما كنسمع عليه ديما كيهضروا عليه، كنقول زعما شنو اللي فيه سبيسيال ومشات خديتو راه كيتسالى دغيا يلا كي خديتو. هادي ما كملاش جوج سيمانات سيمانه واقيله يلا كي خديتو، كيحمق ديجا لابليكاسيون ديالو رخيص ديجا، انا عندي الاخرين اللي خديتهم غاليين
وصراحه ما عجبونيش داك الساعه وندوز لكم لي برودوي اللي ما عجبونيش في 2017 يعني من بعد هذا الفيديو ولا من بعد لا من بعد هذا الفيديو عندي هنا البازا خديت شي حوايج وهذا نوريهم لكم ان شاء الله في واحد الفيديو اخر ديال سولد ونفضي من هنا هاد الروينه ونجمع الدار وهادي وعاد داك الساعه ندير لكم لي برودوي اللي ما عجبونيش واللي عجبوني اللي ساليتهم فوالا هاد الكونسيل غير البنات زوين 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 انا خديت انا ما لقيتش بزاف ديال اللي تنت كنت بغيت ناخذو كليغ شويه على هاد اللون ولكن ما لقيتش خديت هذا سي با غاف 22 بيج غوزي البنات اللي بويض يقدروا ياخذوا لي بيج كليغ وهذيك طار انا خديت هذا وصافا صاباس وكيبان ناتورال راني حاطاه اليوم ما عرفتش واش كيبان دابا الشمس كتحيد كلشي اليوم لقيت الجو زوين قلت راه مفيرمي بلا اضاءه ديالي فوالا هذا خديته واقيلا ب 12 الاورو ولا 13 الاورو ولا ما عرفتش واقيلا 12 اورو الله اعلم 12 اورو وقيلا شي 12 الاورو هكاك زوين بزاف البنات في لابليكاسيون ديالو في ليفيك ديالو ما كيخليلكش ديك الخيوطه ديال التجاعيد هنايا ما كيخليلك والو كيعطيك ليفي ناتورال وعجبني بزاف صراحه فوالا بالنسبه للكونسيلر وعندي واحد اخر ديال بورجوا واحد خسر ها هو حتى هذا ديال بورجوا صراحه نحسبه من المفضلات باسكو حتى هو كان بريفيري حيت صراحه عنده ليفيك ناتورال راه تاعله دابا تاعله ما بقاش فيه بزاف غير شويه ساليتو ديال برجوا هذا رخيص هذا وقيلا 11 الاورو ولا ما كملش 10 الاورو ولكن اللي فيك ديالو ناتورال حتى هو مزيانه بدا الدرونجيني هاد الشمس واو المهم اللي فيك ديالو مزيانه بزاف ولكن هذا د مايبيلين كيبقى توجور لو ميور زوين بزاف صراحه فوالا بالنسبه للكونسيلر وندوزو الفراجو لا ماشي فا البرونزر لو برونزر اكتشفت لكم واحد البرونزر البنات اللي رخيص 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 ما تصوروش اللي بغات البرونزر راه كاين موجود فين ما بالنسبه لصحاباتي اللي كاينين في الحسيمه ولا البنات اللي كاينين في الحسيمه كيقولوا لي فيه لقيتي هذا حنا ما عندناش راه كاينين مايبيلين وبورجوا ولوريال تلقاوهم فين ما في المرجان بعدا تمشيو للغيو فين كاين شامبوانات وهذوك كاينين مايبيلين كاين من تما ما نعرفش شحال ورخاصين على هنا راه تقدر واحد الحاجه كنشريوها هنايا ب 240 درهم تما كدير غير 90 درهم ولا 100 درهم الا بزاف يعني رخاص هاد لاباليت ديال مايبيلين تصدمت فيها قلت غادي نجربها نشوف واش بصح البرونزر ديالها مزيان ولا شوفوا البنات البرونزر وايلايتر هاد مايبيلين وهادي رخيصه شحال باش خديتها يا ربي العالمين واش 11 الاورو جو كرو سي 11 اورو ou 10 euros. Le mohem, de toute façon, c'est pas cher du tout, du tout, du tout, du tout. Le mokara n'a pas l'achrin. Saraha l'imak. C'est de maintenir un maybelline fait 2017. Elle m'a vraiment choquée parce qu'il y a des produits. Waouh! Il y a des produits magnifiques ou les rouges à lèvres mat. Mardit hita wahed ou alakin shift sur YouTube. Les filles qui. صراحه كي يسيو لي روج لي روما مايبيلين وهذا زعما سما شوكي فريمون سي با شير دو تو اي اش غادي نقول لكم شوفوا معايا هاد لاباليت شحال مزيونه اللون ديال البرونزور هنا 3 الوان واحد مفتوح شويه واحد غوزي شويه المهم وهذا ايلايتر ديالها وزوينين بزاف وبيغما يعني اللون ديالهم وها ايلايتر اوسي صراحه زوين 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 انا دايره وكنصحكم مليون في المية تاخذوها وكاين حتى واحد الباليت ديال فرا بوبيا ما خديتهاش باسكو عندي ديك الوان فودا بيوتي الوغ الصراحه مزيونين بزاف ننصحكم تاخذوها با شير دو تو اللي بغات الماكياج زعما يكون زوين وماشي غالي راه ها هو وانا هاد الايلايتر راه كنستعملوه هنايا ونستعملوه في الكوا ديال العينين ونستعملوه السي نطلع به حجباني من هنايا وديك البرونزور دي فوا ما كان ما عنديش لقانا نعمل فرا بوبيا العيني وهذا كناخذ بالشيطه ديالي بانسو ديالي اللون واحد اللون من هاد الوان ونستومبي به هنايا في ديك الكسره ديال العين مهم زوين فوالا على هادي يعني وبالنسبه للفراجو كنستعمل بزاف اون سومومو هذا ديال بورجوا كاع هرستو ما بقات عنده لا مرايه لهم يخزنون فين هو ها هو هذا ديال بورجوا كنت خديته صراحه ماشي في 2017 خديته وقيله في 2017 مهم في لو وليلا شي شحال هادي وعندي الرقم ديالو 74 غوز اومبري غوز اومبري الرقم ديالو 74 صراحه ولا كيعجبني بزاف هاد الشتيوه انا